السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة إن شاء الله هنكمل يونت 3. هناخد النهاردة ليسون 3 برضو، الدرس الثالث، وبيتكلم عن ساينس، علوم، درس كله علوم. تعالوا نشوف البلاستيدات الخضراء، اسمها كلوروبلاستس. كلوروبلاستس 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 خلية نباتية. بلانت سيل بلانت سيل بلانت سيل بلانت cell. ميكروسكوب مايكروسكوب 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 مايكروسكوب. ضوء الشمس sunlight 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 sunlight. عادة usually 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 usually. أثناء during 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 أثناء during. لقاح pollen 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 pollen. رياح wind wind wind. جزء part part part. خفيف light light light. جدا very very very. غاز gas gas gas. تعال نشوف مجموعة من الفيربس أفعال. use يستخدم use use use. يصنع أو يجعل make make make. يحمي protect protect protect. يحمي protect. يجد find find find. يطفو float 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 float. ينتج produce produce produce. ينتج produce produce. طيب تنتقل من travel away from 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 travel away from. تتحرك عبر الرياح move in the wind move in the wind move in the wind move in the wind. ينتقل إلى move to move to move to. تلتصق ب stick to stick to stick to. يأخذ مع take with take with take with. مصنوع من made of made of made of. طيب هنا بيقول لي did you know هل تعلم. we eat cacao seed احنا بناكل بذور الكاكاو. chocolate comes from this plant بيقول لي كمان ان الشوكولاتة بتأتي من هذا النبات، يعني الشوكولاتة بتتعمل من بذور الكاكاو. طيب تعالوا نشوف بقى هنا reading بيقول لي listen and read. A plant produces pollen in flower in a flower. النبات ينتج اللقاح في الزهرة. It uses pollen to make new seeds. فهو يستخدم اللقاح لكي يصنع بذور جديدة. The seeds travel away from the plant. البذور تنتقل عبر النبات. The seeds need a new place to grow. البذور تحتاج مكان جديد لكي تنمو. هنقولها من غير الترجمة. A plant produces pollen in a flower. It uses pollen to make new seeds. The seeds travel away from the plant. The seeds need a new place to grow. طيب some seeds can move in the wind. These seeds are very light. بعض البذور يمكنها أن تتحرك أو تتطير، يعني عبر الرياح أو عبر الهواء. هذه البذور بتكون خفيفة جدا. Some seeds can move in the wind. These seeds are very light. Some seeds can stick to an animal's fur. The animals move and take the seeds with them. بعض البذور يمكن أن تلتصق بفراء الحيوان. الحيوانات تنتقل وتأخذ البذور معها. Some seeds can stick to an animal's fur. The animals move and take
the seeds with them. Other seeds can float on water to find a new place to grow. These seeds are usually big and light. يقول كمان إن البذور الأخرى يمكن أن تطفو على الماء لكي تجد مكان جديد لتنمو. هذه البذور عادة تكون كبيرة وخفيفة. يبقى عندي بذور يا إما بتطير في الهواء يا إما بتلتصق بجسم الحيوانات والحيوانات بتنقلها لمكان آخر، أو البذور الكبيرة دي بتطفو على سطح الماء لحد ما تلاقي مكان تقدر تنمو فيه. يبقى other seeds can float on water to find a new place to grow. These seeds are usually big and light. في منها يعني كبير وخفيف. طيب تعالوا هنا بقى، بيقولي listen and read. A plant is made of millions of cells. بيقول هنا ان يتكون النبات من ملايين الخلايا. The plant cells are very very small. والخلايا النباتية دي بتكون صغيرة جدا جدا. Chloroplasts make the plant green. والبلاستيدات هي اللي بتخلي النباتات باللون الأخضر، يعني البلاستيدات الخضراء تجعل النبات لونه أخضر. You can only see them with a microscope. يمكنك فقط أن تراهم بالميكروسكوب. The green plant cells make food for the plant. والنباتات أو خلايا النباتات الخضراء بتصنع الطعام للنبات. They use sunlight, carbon dioxide and water. وهم بيستخدموا ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء. تمام، تعالوا بقى الاكسرسايزز، تعالوا نشوف. طبعا دي قلنا عندي صفحة 139، هتجيب الصفحة من ورا خالص آخر صفحة في الكتاب. هنقرأ للطفل الجملة كاملة وهو هيقول إيه اللي ناقص ويكمله. Number one, some seeds move in the wind. Wind هي اللي ناقصة. بيقول إن بعض البذور بتتحرك عبر الهواء. Number two, a plant produces pollen in a flower. النباتات بتنتج اللقاح في الورد. Number three, عندي pollen هي النقصة بنكملها. The plant cells are very very small. خلايا نباتية بتكون صغيرة جدا جدا. Cells هي اللي نقصة. The green plant cells make food for the plant. الخلايا النباتية الخضراء هي اللي بتصنع الطعام للنبات، فهنا نقصة كلمة food. طيب choose the correct answer، تعال نشوف الإجابة الصحيحة. Number one, chloroplasts make the plant green. اللي هي البلاستيدات بتخلي النبات لونه أخضر، green، بختار green. Number two, the plant cells are very small. قلنا خلايا النباتات بتكون صغيرة جدا جدا، يبقى هختار كلمة small. طيب هنا number three, some seeds can stick to an animal's fur. هنا بنقول ان بعض البذور بتلتصق بفراء الحيوانات، يبقى هنا هختار كلمة fur. Number four, other seeds can float on water to find a new place to grow. بيقول ان في بعض النباتات، في البذور الاخرى بتطفو على الماء لكي تجد مكان اخر للنمو، فبختار كلمة float. طيب تعال نشوف تاني. A plant is made of millions of cells. دي لسه قايلينها ان النباتات بتكون فيها ملايين الخلايا. The plant cells are very very small. الخلايا دي بتكون صغيرة جدا. Chloroplasts make the plant green. البلاستيدات هي اللي بتخلي النبات لونه أخضر. You can only see them with a microscope. انت تقدر تشوفها بالميكروسكوب. The green plant cells made food for the plant. بنقول ان الخلايا النباتية الخضراء دي هي اللي بتدي الطعام للنبات. They use sunlight, carbon dioxide and water. وهي بتستخدم ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والمية. طيب choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. Number one, what makes the plant green؟ اللي بيخلي النباتات لونها أخضر، قلنا chloroplasts. هنختار A. Number two, when does the plant make its food؟ امتى بتعمل الطعام بتاعها؟ وطبعا ما قاليش امتى، بس هو قالي ان هي بتحتاج ضوء الشمس، يبقى اكيد بالنهار مش بالليل. اقول during the day، اثناء اليوم. طيب number three, what does the plant use to make its food؟
النباتات دي بتستخدم ايه عشان تعمل طعامها؟ بنقول بتستخدم كربون دايكسيد sunlight and water، بتستخدم ثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس وكمان الماء. طيب answer the following question، بيقول لي اجاوب على الأسئلة التالية. for what do the chloroplasts do، هي بتعمل ايه؟ اقول make the plant green، بتخلي النبات لونه اخضر. number 5 is a plant cell big or small، بيقول لي هل خلايا النبات دي بتكون كبيرة ولا صغيرة؟ اقول له it's small، انها صغيرة. طيب number 4 read this and circle the odd one out، المختلفة هنخرجها برا. A find seed protect float، عندي كلهم افعال ما عدا سيد، هنا يجد بذرة يحمي ويطفو، كلهم verbs ما عدا سيد. B new light small fur، عندي كلهم صفات ما عدا فراء، فهقول ده جديد خفيف صغير ما عدا دي فراء. طب C can to with in، كلهم حروف جر ما عدا كان يستطيع، دي فعل. Fly food plant seeds، عندي هنا يطير دي فعل، وعندي هنا طعام ونبات وبذور كلهم أسماء ما عدا fly. Rearrange number 5 rearrange the following sentences، اعد ترتيب الجمل، قلنا هنجيب الكلمات الاول نترجمها بالعربي ونرتب بالعربي وبعد كده بالانجليش. فانا لما قلت رتبتها او ترجمتها طلعت ان بعض البذور تستطيع ان تتحرك في الهواء، فقلت some seeds can move in the wind، some seeds can move in the wind. طيب هنا قلت كمان number 2 البلاستيدات الخضراء بتصنع، يعني البلاستيدات دي بتخلي النبات اخضر. chloroplasts make the plant green، chloroplasts make the plant green. طيب number 3 a plant produces pollen in a flower، النبات بينتج اللقاح في الزهور يعني. طيب number 6 البنكت with the following why does seeds move to new places، لماذا البذور تتحرك الى اماكن اخرى؟ why هنا ال w capital، do seeds move to new places، ما فيهاش اي حاجه في الاخر بحط question mark علامه استفهام. هناخد البي بالمره كده، يعني هو lesson 3 a و b، فخلينا ناخد البي كمان. شيء معناها thing مدن cities باريس مدينة ميلان بالقرب من near مبنى سكني apartment building أنظف cleaner، دي مقارنة cleaner، أنظف من يعني cleaner، ناس people cleaner people، معتدل أو لطيف cool ملوث polluted مصنع factories تلوث pollution تلوث، عندي ينظف clean يساعد help يتنفس breathe يأخذ take يذهب go يلوث pollute يغادر leave يعطي give يغسل wash. طيب تعال نشوف هنا بقى مجموعة من الديفينيشنز، مجموعة تعريفات. polluted معناها ملوث، وال dirty from factories and cars، dirty from factories and cars يعني متسخ بسبب المصانع والسيارات. الأكسجين a gas in the air that people need to breathe، كلمة gas دي الأكسجين معناها غاز في الهواء يحتاج الناس لكي يتنفسوا.
كربون دايكسيد ثاني أكسيد الكربون. A gas in the air that green plants use to make their food. غاز في الهواء بتستخدمه النباتات الخضراء لكي تصنع طعمها. يبقى الأكسجين إحنا بنحتاجه عشان نتنفسه، وثاني أكسيد الكربون النبات بيحتاجه عشان يتغذى عليه وبينتج لي الأكسجين. يعني أنا بتنفس الأكسجين وبخرج ثاني أكسيد الكربون، النبات عكسي بياخد ثاني أكسيد الكربون بيتغذى عليه وبيخرج لي الأكسجين اللي أنا بتنفسه. فعشان كده جميل جدا إن احنا نزرع نباتات في البيت، جوه البيت أو قدام البيت يعني. Let's learn، يلا بينا نتعلم. Plants take carbon dioxide from the air، تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء. The plant cells need carbon dioxide to make food for plants. بيقول لي ان هنا بتحتاج خلايا النباتات ثاني اكسيد الكربون لكي تصنع الطعام للنباتات. Plants also produce oxygen، تنتج النباتات ايضا الاكسجين. طيب هنا بيقول لي how plants clean air، كيف تنقي النباتات الهواء. People need oxygen so we can breathe، الناس بتحتاج إلى الأكسجين لكي يستطيعوا أن يتنفسوا. In big cities the air is polluted because of factories and cars، بيقولي إن في المدن الكبيرة بيكون الهواء ملوث بسبب المصانع والسيارات. There is a lot of carbon dioxide in the air، ويوجد الكثير من ثاني أكسيد الكربون في الهواء. Green plants takes carbon dioxide from the air. The plant cells need carbon dioxide to make food for the plant. بيقول لي هنا ان النباتات الخضراء بتاخد ثاني اكسيد الكربون من الهواء، والخلايا النباتيه بتحتاج ثاني اكسيد الكربون لكي تصنع الطعام من اجل النبات. The plants also produce oxygen. Plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. بيقول لي كمان ان النباتات في منازلنا وحدائقنا بتعطينا الاكسجين لكي نتنفس. في بعض المدن مثل تعال نشوف بقى هنا مثل ايه. In some cities like Paris and Milan people are growing plants on apartment buildings. These plants keep the building cool and help with air pollution. بيقول لي بنزرعهم في يعني نعيدها بقى تاني. النباتات في منازلنا وحدائقنا تعطينا الأكسجين لكي نتنفس. في بعض المدن مثل باريس وميلان يزرع الناس النباتات في المباني السكنية. هذه النباتات بتحافظ على المباني رائعة وتساعد في الحد من تلوث الهواء. The people who live in the buildings can breathe cleaner air، والناس التي تعيش في هذه المباني تستطيع أن تتنفس هواء أنظف. طيب exercises، يلا بينا بقى نشوف التدريبات. برضو السؤال ده بنجيبه كامل من ورا. listen and complete. number one، the plant cells need carbon dioxide to make food. خلايا النباتية بتحتاج ثاني أكسيد الكربون لتصنع الطعام، يبقى هنا ناقصة كربون. number two، plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. النباتات في منازلنا وحدائقنا بتدينا الأكسجين لكي نتنفس، ناقصة هنا بريز. number three، people are growing plants and apartment buildings، الناس بتزرع النباتات على المباني السكنية بتاعته. number four، ناقصة هنا apartment. the air is polluted because of factories and car، التلوث الهواء ده بسبب المصانع والسيارات. طيب هنا choose the correct answer. number one، people need oxygen to breathe، الناس محتاجة أكسجين لكي تتنفس، بختار هنا الأكسجين. number two، plants take carbon dioxide from the air، النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الهواء، يبقى بختار carbon dioxide. people in Paris and Milan are growing plants on apartment buildings، الناس في باريس وميلان بيزرعوا النباتات في المباني السكنية بتاعتهم. طيب the air is polluted because of factors and cars، الهواء بيكون ملوث بسبب المصانع والسيارات. plants keep the building cool،
النباتات بتحافظ على المباني كول يعني رائعة، بتخلي شكلها حلو برضو يعني مش بتدينا الأكسجين بس، لا كمان بتخلي الشكل حلو. read and match احنا بنحط الحروف. polluted is هنقول dirty from factors and cars اللي هو التلوث، ده بيكون يعني القذارة أو من المصانع والسيارات. oxygen is a gas in the air that people need to breathe، هو غاز موجود في الهواء الناس بتحتاجه لكي تتنفسه. number 3 carbon dioxide is a gas in the air that green plants use to make their food، ثاني اكسيد الكربون بنقول ان هو غاز برضو في الهواء وده بتحتاجه النباتات الخضراء لكي تصنع الطعام بتاعها. plants in our houses and parks give us oxygen to breathe، بنقول النباتات في بيوتنا وحدائقنا بتعطينا اكسجين لكي نتنفسه. طيب the plants also produce oxygen، النباتات ايضا بتنتج لنا الاكسجين. plants in our houses and parks give us oxygen to breathe، النباتات اللي موجودة في بيوتنا وحدائقنا بتعطينا الاكسجين لكي نتنفسه. in some cities like Paris and Milan people are growing plants on apartment building، في مدن زي ميلان وباريس الناس بتزرع النباتات في أماكنهم أو في مبانيهم السكنية. these plants keep the building cool and help with air pollution، النباتات دي بتخلي البيوت شكلها رائع وكمان يعني بتساعدهم بالحد من التلوث. يعني the people who live in the building can breathe cleaner air، والناس اللي عايشة في المباني دي بتقدر تتنفس هواء أنظف. طيب هنا read and answer T true or F false، يعني نجاوب T صح أو F غلط. number 1 plants take oxygen from the air، النباتات بتاخد الأكسجين من الهواء من الهواء، لا طبعا بتاخد ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide. number 2 the plants produce carbon dioxide، النباتات بتنتج لنا ثاني اكسيد الكربون، لا غلط بتنتج لنا الاكسجين. فولس برضو هنا فولس فولس. the plants need carbon dioxide to make food، النباتات بتحتاج ثاني اكسيد الكربون لتصنع الماء الطعام بتاعها، دي ترو صح. the last one طيب answer the following questions what do plants take from the air، النباتات بتاخد ايه من الهواء؟ قلت plants take carbon dioxide from the air، بتاخد ثاني اكسيد الكربون. number 5 do you have plants in your home، عندك نباتات في بيتك؟ yes I have plants، نعم انا عندي نباتات. طيب هنا عندي بقول النباتات تستطيع تنظيف الهواء من الملوث. plants can clean polluted air، النباتات قلنا بتستطيع تنظيف الهواء الملوث. هنا النباتات ايضا بتنتج الاكسجين، اقول the plants also produce oxygen، هنترجم ونرتب عربي وبعد كده نرتب انجليزي. الناس بتحتاج الاكسجين لكي تتنفس، اقول people need oxygen to breathe. طيب تعالوا هنا بنقول الهواء الملوث من المصانع air pollution from factories، air pollution هواء الملوث from factors من المصانع. we have plants in our home، احنا عندنا نباتات في منزلنا. طيب البانكت ويت عندي why do people grow plants، why w capital لماذا الناس تزرع النباتات، ما فيش حاجة تاني هنا في الاخر بحط question mark. وبكده خلصنا lesson 3 a and 2، خلصنا جزئين بتوعه a و b. ان شاء الله اشوفكم مع lesson 4، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.